الجرأة على إرسال الصواريخ على مكة، أعوذ بالله. أي قلب يرضى بهذا؟ أي نفس تدعي الإسلام أو تنتسب إليها وتتوجه إلى القبلة ترضى أن تطلق رصاصة على الحرم فضلا عن أن تطلق صاروخ؟ جاء الصاروخ الأحدث، وهو من الطراز الذي يتهم الإيرانيون بالوقوف وراء تهريبه أو نقل تقنيات تعديله. أخطر ما في الصاروخ ليس كونه باليستيا كما تباهي بذلك الميليشيات التي أطلقته من محافظة صعدة اليمنية، وإنما وجهته مكة المكرمة. يقول وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن جماعة الحوثي وقوات صالح المدعومين من إيران لم يراعوا إلا ولا ذمة باستهدافهم البلد الحرام وقبلة المسلمين حول العالم. من حق هذه الأمة أن تدافع عن أبنائها وتدافع عن مقدساتها. استهداف مكة المكرمة هو تحدي خطير للأمة، وهذه الشرذمة وهؤلاء قطاع الطرق، هذه المجموعة الإرهابية الانقلابية في اليمن يجب أن يوضع لها حد، باليمنيين بالعرب بالمسلمين يجب أن يوضع لها حد. إما هذا يعني كل مرة جايب لي ولد الشيخ يعني فكرة للسلام والحوار معهم، واضح بأنه من الواضح كما قال ضيوفنا منذ قليل، من الواضح أن هؤلاء لا يريدون سلاما وليسوا أهلا حتى بالسلام. وأن هذا الصاروخ كان موجه لمكة المكرمة، يبقى احنا قدام تحول نوعي في منتهى الخطورة زي ما قلت حضراتكم عليه، أنه وجب الشكر للمملكة العربية السعودية، ووجب الشكر للقوات المسلحة السعودية، ووجب الشكر لقوات الدفاع الصاروخي السعودية على اليقظة والحرص والتأهب في منع هذا الصاروخ. فبالتالي السعودية تنوب عننا جميعا في حماية هذه المقدسات، السعودية تنوب عننا جميعا في حماية الكعبة المشرفة. فشكرا للسعودية، والتزموا بالحذر واليقظة في المملكة العربية السعودية، لأن المؤامرة لم تنتهي والاستهداف لن يكون هذا هو الأخير. ما فعله هؤلاء من إرسال هذا الصاروخ أو الاعتداء على البلاد على البلد الحرام أو على المملكة أو الاعتداء على الآمنين أو ما فعلوه قبل ذلك في اليمن، رأينا صورا لمساجد هدمت ودور قرآن هدمت وعلماء فعل بهم ما فعل من سجن ومن اغتيال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.